والله أنا صار اللي هي أنا يجي 6 سنين بهالحالة أكثر. قاعدة تدين من العالم مش أنا عالجة تطلع من خطأ. الله وكيلك بالليل الساعة 2 3 أشيله أطلع على الحمام بدغي والأرض لا بحص أشيله بطين ومعذب عذاب لا أحفاظات لا حدا مدح جنة بهالمخيم خالص. تحلم إني أركب بجرين اصطناعيات وأمشي مثل الأولاد والعالم والشباب. والله العظيم حق علاج ما عندي والله العظيم والله البارح برضت والله العظيم طلبهم علي 1,500,000 والله ما عندي. احكي لنا عن وضعك هون بالمخيم. احكي لك وضعي والله هي اني تقول لك الاكل ما عدنا اكل والله الا من الجيران يتحسنون علي. الميه ادفع بالشهر 300,000 كلها العلاج ما 500,000 600 اشتري علاج. كل وضعي تعبان والله ما عندي مساعدات خالص ما عندي من المساعدات خالص اني لا مساعدات من كل شيء لا أدفية لا كلها ما عندي. الخبز والله اللي يتحسنون علي جيران الأكل يجيبوا لي صحن وصحنين كذانا من الجيران آكل أني وهالولاد وما عندي من المساعدات. الأرضية بندفع 3,000,000-4,000,000 هاي دولار ندفعها للأرضية للكلها ما عندنا مساعدات. مرقت عليك ايام ما نمتوا بلا عشاء؟ ايه نمنا بلا عشاء. ايوه ما بيقول لك الاولاد شيء ما بيقول شو بتعملي؟ يريدون اكل يبكون يريدون اكل والله يبكون ينامون بلا عشاء. شو بتعملي؟ اجيب لهم خبزه اجيب لهم نوبات ميه اشحد لهم انطيهم تا ياكلون تسكتهم. خبرينا اليوم شو قصتها بنتك اليوم شو قصتها الطفله؟ قصتها معاقه لا تمشي ولا تسولف. شو الأسباب اللي أدت لهذا الموضوع؟ هاي خلقتها من ربها. طيب حاليا عم تعالجوها في علاج لألا؟ قاعد نعالجها الساعة بس والله ما نقدر على العلاج. ما عم تدروا عين؟ ما قاعد أقدر على علاجها يعني. طيب إذا تعالجت في أمل؟ لا إن شاء الله بأمل الدكتور يقول لي بأمل. طيب هي حاليا عندها أدوية عم تاخذهم؟ هالحد قاعد نعطيها علاج. طيب ده علاج ده عم بكلفك؟ 200 سوري يعني ما نعرف يعني ما أعرف بل يعني حوالي $50. أيوة كل 20 يوم؟ والله كل 20 يوم قاعدة غير لها. من أين عم تدبري لل؟ والله العظيم قاعدة تدين هندية من العالم والله قاعدة تدين من العالم تا مش أنا عالجة تطلع من خطأها. طيب شو قال لك الحكيم؟ الحكيم يقول إن شاء الله بأمل معها نقص أكسجين. طب تواصلتي مع الأمم بهذا الموضوع؟ لا لسه ما توصلت. ليش؟ ما توصلت لسه يعني ما قاعد ندق عليهم ما قاعد ينطونا. ما قلت لهم عندي حاله صعبه؟ بلا قلت لهم وما ردوا. ما حد رد علي. طيب انت كيف عم تقدري تتواصلي مع للبنت؟ كيف عم تفهمي عليها؟ كيف عم تقدمي لها المتطلبات من اكثر المرات ما قاعد افهم عليها بس اني عارفها يعني اللي جاعت عارفها بدها اكل بدها مثل مي بدها عارفها يعني من بكت مثل كذا انا عارفها هالحد جوعانه بدها اكل. هلا عم تبكي جوعان؟ هلا عم تبكي جوعان. شو عم الطعميه؟ والله اطعمها كل شيء تاكل كل شيء تاكل الا قال العيله تاكل منه. لا صار لك هون صار لي شيء 8 سنين. طب خبرنا يعني شو الوضع عندك هون الوضع الصعب؟ والله الوضع صعب ما في نلقى شيء لا امم دعمتنا ولا احنا 12 شخص الله وكيلك مدحا عاملين وانا ينطونا عن 5 أشخاص هلا الامم وفاصلوا لي 7 أشخاص ما اقبض عليهم ما بعرف هاي احنا هلا 7 أشخاص ما هم بالامم خاص ما يقبضوا عليهم ايش و5 أشخاص يقبضوني عليهم. ليك هذا ابني شايفه الله وكيلك بالليل الساعة 2 3 اشيله اطلع على الحمام بدغي والارض لا بحص اشيله بطين ومعذب عذاب لا احفاظات لا حدا مدح جنة بهالمخيم خالص وبحاجة ليك هدوم ولباس ما أقدر أجيب له لباس وأطعميه وما أقدر أطعميه والله. في أكلات معينة بيطلبها؟ يطلب فروج يعني الفروج يصير بشهرين ما أذوقه. بطاطا هلا البيت ما بي بطاطا لا خبز لا بطاطا وليك إحنا بهالأرض هاي
كله طين ووحال وحالته دحجلة، بده وبده دراجة وبده لباس، يعني حالتنا حالة. وإحنا 12 شخص بهالبيت، العيلة 12 شخص، شو لحق أنا لحق عليهم 12؟ ما لحق عليهم أنا. وبدنا خبز، خبز طعام، بدنا مال مادية أشتري له. أكثر شيء بيحتاجه؟ بيحتاج أكثر شيء يحتاج إني أحمله، وبده لباس، ما عنده حق لباس، لا مدرسة قبلته ولا شيء، أريده يتعلم، لا هو ولا أخوته. هلا أخوته عبلنا يدوروا يطلعوا يروحوا يشتغلوا بزبالة مشان يجيبوا حق أكل، وما يفضلوا يشتغلوا بزبالة وما يفضلوا يروحوا على المدرسة. ما يروح على المدرسة، وليك ثيابه شلون مخزقة وما أقدر ألبسه لا هو ولا أخوته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ أمجد. أمجد، كيفك يا أمجد؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خبرني يا أمجد، أنت شو بتحلم؟ حلمي إني أكون لي رجلين أطراف اصطناعيات وأمشي مثل الأولاد، يكون أمشي أنا ويركبوا لي رجلين اصطناعيات. حلمي إني أدرس وأتعلم، وحلمي إني أشيل الهم عند بي وأمي، ويعني ألبس لحالي وأمشي لحالي، بروح على الحمام لحالي. اللي كمان شو بتحب أنت؟ شو بتحلم؟ شو وجعك؟ حلمي إني أتعلم وركب جرين اصطناعيات. حب تروح على المدرسة؟ إيه بحب. هلا ما فيك تروح؟ لا، رحت عليهم قالوا ما بنقبلك. شو ليش ما بيقبلوا؟ على حالتي، على حالتي هاي. كيف عم تتعلم هلا أنت؟ عم أتعلم بالبيت. مصمم إنك تتعلم؟ إيه. تعرف تقرأ وتكتب؟ إيه. تعلمتهم بالبيت، مين اللي علمك؟ علمني بي. السلام عليكم. وين كنت هيك؟ كنت بالشغل. عم تشتغل؟ ايه. خبرني شو صاير معك؟ لاحق حالتي. شوفها شو بقى ايدك؟ معك راحت بالحرب. كيف راحت؟ تتذكر؟ لا ما في تذكر. تسر؟ صار شي 8 سنين 9 سنين. منك ذكر شو صار؟ لا. منين انت؟ من سوريا. منين؟ من سوريا. من دير الزور. من دير الزور. جيت من 8 سنين لهون على المخيم؟ ايه. طيب كيف عم تقدر تشتغل؟ شو عم تشتغل كده؟ انا جرب اشتغل واجيب لك حق ربط الخبز، والله انا فت اكل ما عندي، وراح عيلتي بدها عمليه شيء 15 مليون لبناني، والله العظيم ما عندي والله. شو عم تشتغل؟ ما بشتغل شيء. ما قلت لها لك انت جاي من ال تحصل عليه تاخذني اروح اجيب ربط حق ربط الخبز واجي. كيف بتساعدهم؟ شو بتساعد؟ بساعدهم بلزق معي شيل معهم هيك بايد واحده. ايه في بدي اجي جبال، بدي اعيش حالي، اجيب ربط الخبز، بدي اجيب لها اكل. تصرف كمان على اهلك؟ الله شو من يصرف عليهم. كيفك يا خالي؟ والله كيفك، الوضع ماني مرتاح، تعبانه. خير ان شاء الله. اول شيء عارفين عن اسمك؟ اسمي ضحيه مصطفى عيسى. من وين؟ من دير الزور. طيب قلتي لي انك منك منيحه واوضاعك منها تمام، خير شو صاير معك؟ والله صاير معانا ادحج هالوضاع، شلونها هالقلا، هالوضع السيء، هال يعني ادحج ما عاد توفي، بطاقات قطعوها علينا، الوضع قد بنوب يعني مأساوي، بنوب يعني ما ظل الوضع يرغب، الوضع كله صار سيء. واني والله قاعده انا وهالشايب مثل ما قال نوب يطردونا نوب، وعند الواليد النساوين يكحشن بيا، لا براكيه مثل الخليق، مرضان والله العظيم مرضان، هذا البارحه اسعفني على الدكتور قسما بالله حق العلاج ما القيه والله العظيم. وده جاينا شتاء مجبل علينا شتاء بريد، لا مازوط لا حطب لا مثل الخلق، من كل خيو شريد اسول في لك تسول في لك، الوضع كله قد بنوبه، حطب نريد نعلق ما بي، مازوط ما بي، وواد مكبار مرضانين والله العظيم، يعني شريد اقول لك يعني وضعنا شريد شريد اسولف، يا شريد اقول لك تريد اقول لك والله العظيم اني كل ناري كعشوني اتشنايني والله العظيم، حق علاج ما عندي والله والله العظيم، والله البارح برضت والله العظيم طلبهم علي 1,500,000 والله ما عندي الوصفة ورجعتها، شريد أسوي؟ هيدول الأربع أربع شباب ولا أربع نساء نسوان؟ مجوزين عندهم عيالات ونساوينهم.
ايش يريدي؟ شباب يعني اربع شباب بيسالوا عليك؟ ما يسالون، ما يسالون الا عن نسوانهم وعجيانهم. ايش يريدي يلحقون؟ ما عاد توفي لا اليوم ولا لي. وعم ينيموك يعني؟ والله ما ينيموني، والله العظيم يكحشني من البيت، يطردني والله يا ابن اختي. ايش اريد اسوي؟